بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنتعلم في الدرس ده ازاي نصدر رسمة من الاوتوكاد الى برنامج الساب، ونحط عليها الاحمال هناك ونحلها ونطلع النتائج، وبعد كده نصمم ونرجع من الاوتوكاد تاني نرسم حديد التسليح ونماذج الاعمدة والكاميرات. عندي سقف مرسوم على برنامج الاوتوكاد. السقف ده حاجة بسيطة، مجرد ان احنا هنتعلم فيه بس ازاي نرسم هنا البلاطات والكاميرات ونصدرها على برنامج الساب يحلها هناك. اول حاجة هنعمل لاير للفريمات بتاعتنا اللي هي هنصدرها للساب. انا عندي الكاميرات مرسومة هنا خطين، اللي هي المالتي لاين المرسوم هنا ده. انا عايز الكاميرا تبقى خط واحد في الاكس بتاعها علشان يروح على الساب خط واحد اللي هو فريم اليمنت. هنعمل لاير من هنا في الاوتوكاد، نضيف لاير جديدة وليكن هنسميها ساب بيمز، اي اسم، المهم ان ديت لاير هنرسم فيها الكاميرات، وليكن هنديها لون مختلف عن الالوان اللي عندنا علشان تبان، وسوليد لاين. ونعمل كمان لاير اسمها ساب شيلز اللي هي البلاطات بتاعتنا، برضو عايزين نرسمها هنا او اي اسم تاني، المهم ان انا اعرف ان ديت هيترسم فيها البلاطات، ونديها لون مختلف وسوليد لاين برضو. وننشط اللاير بتاعت الساب بيمز ديت، نعلمها الصح ديت، يبقى دي هي اللاير النشطة اللي انا هرسم عليها دلوقتي، ونعمل اوكي. بقت هي دي اللاير بتاعت الساب بيمز اللي هنرسم عليها. نجيب امر لاين ونرسم من السنتر لاينز بتاعت الكاميرات من هنا لهنا، دي كاميرا ودي كاميرا وهكذا، دي الكاميرات بتاعتنا الموجودة في البلان الانشائي، في برضو هنا كاميرا تاني كانتليفر اهو لحد الكاميرا دي. ونراعي واحنا بنرسم الكونتينيوتي بين النقط، يعني انا همشي على السنتر لاينز بتاعت الكاميرات ولازم تبقى النقط كلها متوصلة ببعضها زي ما شايفين كده. بالنسبة للبلاطات هنجيب اللاير بتاعت الساب شيلز اللي انا لسه عاملها دلوقتي دي بتاعت البلاطات، ونبدأ نجيب امر رسم البلاطات من هنا من درو موديلنج. في حاجة اسمها في المش هنا 3D فيس، انا عايز ارسم بلاطة، يبقى من درو موديلنج مشز درو 3D فيس. 3D فيس ده عبارة عن مسطح تحميل، هنحط ده اللي هنوصف بيه البلاطات هناك في الساب على انها اريا وعلى انها شيل اليمنت. المسطح ده بيبقى عبارة عن شوية نقط متوصلة ببعضها، قد تكون شكل مثلث، قد يكون شكل مستطيل او مربع او اي شكل رباعي اخر. لازم نرسمه عكس عقارب الساعة، يعني مثلا بالنسبة للبلاطة اللي تحت دي نرسم من هنا نقطة لحد هنا، التقاطع ده دي النقطة التانية سنتر لاين، ودي النقطة التالتة اهي، ودي النقطة الرابعة اهي، وبعدين اعمل في الاخر انتر، يبقى انا كده خلصت الاربع نقط بتوعي. نعمل كليك يمين تاني يكرر نفس الامر، نرسم بلاطة تانية هنا، النقطة الاولى اهيت، بعدين النقطة التانية، النقطة التالتة هنا، النقطة الرابعة، وبعدين انتر. كده رسمنا بلاطتين جنب بعض، دي بلاطة ودي بلاطة اللي جنبها دي. ممكن نشوف كمان مسطحات البلاطات بتاعتنا من قائمة فيو، بحيث يلون البلاطات اللي انا عملتها من فيو فيجوال ستايلز، ونختار اي حاجة غير ال 2D واير فريم اللي هو الخطوط بس، انا عايز حاجة ملونة زي الفيل اوبجكتس اللي موجودة في الساب. نختار من هنا رياليستيك مثلا، لون لي الحاجات بتاعتي بلون عمل لها ملء للالوان بتاعتها للمساحة بتاعتها. نكمل برضو رسم البلاطة من درو موديلنج شيل ميشز 3D فيس، ونرسم برضو البلاطة اللي فوق دي عكس عقارب الساعة من النقطة ديت، من الاكس ده للاكس ده للاكس ده من النقطة دي، يبقى كده خلص. ونعمل كليك يمين، باقي عندي البلكونة اللي فوق ديت، نعمل كليك يمين برضو نكرر نفس الأمر،
لو انا مظبط البرنامج على كده يعني، ونختار نقطة من هنا لحد هنا لحد هنا لحد هنا، ونعمل كليك يمين. يبقى انا كده خلصت البلاطات بتاعتي كلها من السنتر بتاعة الكاميرات. باقي ان انا انقل المنشأ بتاعي ده عند الصفر والصفر، بحيث يبقى سهل عندي لو انا عايز اضيف جريد جديدة في الساب او كده. ممكن نختار المنشأ كله ونعمل له موف، موف من هنا، ونختار يقول لي سيلكت اوبجكت، اختار المنشأ كله ثم انتر. بعدين البيز بوينت اللي انا هنقل منها اللي هو اول اكس على الشمال هنا اللي هي النقطة دي، هناخدها نوديها عند الصفر وصفر. طبعا عمري ما هعرف القط النقطة ديت مظبوطة، فانا بيقول لي السكند بوينت قد ايه، اكتب صفر وصفر، مش اد صفر. لو عملت اد صفر وصفر مش هيتحرك من مكانه، صفر وصفر علشان يوديه عند الجلوبال اوردينتس بتاعتي اللي هي 0 0. راح جاي مرحل لي المنشأ كله عند نقطة الأصل، البداية بتاعته الأكس الشمال بتاعه عند نقطة الأصل أهو، بقى المنشأ كله يمين وفوق يعني كله بقى بالموجب، وبدايته عند الصفر والصفر والصفر اللي هي إكس وواي وزد. بعد كده هنحفظ الملف، لكن هنحفظه بامتداد غير دي دبليو جي اللي هو الدروينج بتاعي، هنحفظه بدي اكس اف فايل سيف از، ونختار من التايبز بتاعت الملفات من هنا اوتوكاد 2004 دي اكس اف. اوتوكاد 2004 دي اكس اف، ونسميه اسم وليكن سلاب مثلا، بحيث استدعيه بعد كده وانا في برنامج الساب سيف. يبقى كده هو اتحفظ على انه ملف دي اكس اف. نروح على برنامج الساب 14، وليكن هنشتغل على ساب 14. أول خطوة أعدل الوحدات بتاعتي إلى طن فورس ومتر وسليزيوس، ونعمل هنا فايل امبورت استيراد، أنا عايز أستورد ملف نوعه إيه، أوتوكاد دي إكس إف فايل، يبقى امبورت دي إكس إف فايل. هأجيب من هنا اللي أنا لسه حافظه اللي هو السلاب دي إكس إف، نقول له أوبن. بيقول لي الوحدات بتاعتك ايه، طن ومتر وسليزيوس. تمام. الجلوبال اب دايركشن اللي هو محور زد، لان انا عايز ارسم في البلان اكس واي، يعني انا كنت راسم هناك في البلان اكس واي والجلوبال اب دايركشن زد، يبقى كده زد دايما زد اللي هو لاعلى بالنسبه لنا اللي هو عكس الجاذبيه، يبقى دايما هستورد من الاوتوكاد للساب الجلوبال اب دايركشن هيبقى بالنسبه لي هو محور زد. اوكي. هيديني اللايرز اللي انا راسم فيها هناك، انا ما رسمتش هناك غير الكاميرات والبلاطات اللي هي الفريمز والشيلز. الفريمز رسمتها في لاير اسمها بيم ساب او ساب بيمز، اهي ساب بيمز نجيبها من هنا. والشيلز اللي هي البلاطات رسمتها في لاير اسمها ساب شيلز، يبقى انا كده استوردت من هناك الكاميرات والبلاطات، وما رسمتش هناك نقط ولا لينكات ولا سوليدز ولا كده. نعمل اوكي. هل ايه جاب لي هنا البلاطات والكاميرات بتاعتي؟ لو انا ظهرت الفيل اوبجكتس اشوف البلاطات من هنا، فيل اوبجكتس ظهر عندي البلاطات كده. نعرف الماتيريالز بتاعتنا، لان طبعا القطاع بتاع البلاطه هو مش مخصص له قطاع. لو عملت كليك يمين عليها كده الاساينمنت قال لي ده سيكشن تايب شيل، والسيكشن نيم ملوش اسم، هو كده ما عرفلوش قطاع. فانا هروح اعرف الاول الماتيريالز بتاعتي من ديفاين ماتيريالز. في ماتيريال اسمها 4000 بي اس اي دي اللي هي دي كونكريت، والماتيريال الثانيه ديت ستيل. الماتيريال الاولانيه ديت لو عملت لها موديفاي كده الاقي الماتيريال تايب بتاعتها كونكريت، بس هو حاطط لها اسم 4000 بي اس اي، فانا هسميها كونكريت. الويت بير يونت فوليوم اللي هي الكثافه 2.5 طن على المتر المكعب هعرفها. المودلس اوف الاستيستي اللي هو اي اللي هو قيمته بالنسبه للكود المصري بتاعنا بالكيلو جرام على السنتيمتر المربع وحدته
14,000 جذر الاف سي يو، يبقى دي هتبقى 14,000 في، ممكن نحسب هنا على البرنامج، في افتح قوس الاف سي يو بتاعتي وليكن 250 كيلو جرام على السنتيمتر المربع، نقفل القوس ونعمل اس يعني شيفت 6.5، يبقى كده ايه، انا جبت جذرها يبقى 14,000 في جذر 250. لو انا جبت الماوس في اي خانة تانية هلاقيه حسب لي القيمة اللي فوق اهي 221,359، دي بوحدة الكيلو جرام على السنتيمتر المربع. لكن طالما انا شغال بوحدة الطن والمتر، يبقى لازم دي تبقى بوحدة الطن على المتر المربع، مش كيلو جرام على السنتيمتر المربع. عشان احول من كيلو جرام على السنتيمتر المربع الى طن على المتر المربع، نضرب في 10، يعني نضيف هنا قبل التسعة ديت زيرو، ونمسح الارقام الباقية ديت، مش مشكلة التقريب ده. يبقى كده بالنسبة لي الاي كونكريت بقت 2.2 × 10 × 10 أس 6 طن على المتر المربع، دي القيمه اللي بيعتمدها الكود المصري. والبوسور ريشيو 0.2، والثيرمال اكسبانشن كوفيشنت 9 في 10 9 9 10 في 10 6 او 1 في 10 اس 5، مفيش مشكله. السبيسيفايد كونكريت كومبريسيف سترينث اللي هي الاف سلندر او الاف سي داش، الاف سي داش ديت اللي هي مقاومه الاسطوانه، اللي هي المقاومه الحقيقيه تقريبا بتاعه الخرسانه، اللي هي 8 من 10 من مقاومه الاف سي يو بتاعتنا. وليكن الاف سي يو اللي عندي 250 كيلو جرام على السنتيمتر المربع، يبقى الاف سي داش هتساوي 8 من 10 منها، يطلع 200. 200 دي بالكيلو جرام على السنتيمتر المربع، يبقى لازم نضيف قبلها صفر عشان تبقى بالطن على المتر المربع. كده عرفت الماتيريال بتاعت اللي هي الكونكريت. اوكي اوكي انا ما عنديش هنا ستيل سيكشنز، هي كلها كونكريت سيكشنز. عرفت الماتيريال، اروح اعرف القطاعات بتاعتي من ديفاين سيكشن الفريم سيكشن. نعمل اد نيو بروبرتي كونكريت ريكتانجولر، نضيف القطاع ده وليكن هنعرف الكمرات بتاعتنا بيم 60، الدبس بتاعها 0.6 والويدث بتاعها 0.25، دي كاميرا 25 × 60. اوكي، والماتيريال بتاعتها كونكريت اهي. نعرف كمان القطاعات بتاعت البلاطات من ديفاين سيكشنز اللي هي الاريا سيكشنز، نعمل اد سيكشن. السيكشن ده هنسميه سلاب 15 مثلا، او ماشي 15، الممبرين 0.15 ثيكنس، وبرضه في البندنج التخانه 15، والماتيريال كونكريت، ونعمل اوكي. انا كده عرفت قطاعات البلاطات والكاميرات. نختار البلاطات ديت لان هو ما كانش حاطط لها قطاع، ونعمل لها تخصيص الساين اريا سيكشن، ونضيف لها القطاع اللي هو اس 15 اللي احنا لسه عاملينه ده. نختار برضو الكاميرات كلها ونعمل الساين فريم سيكشن، القطاع اللي هو بي 60 سنتي اللي احنا لسه معرفينه دلوقتي ده. كده انا عرفت قطاعات الكاميرات والبلاطات وخصصتهم لهم. نبدأ بعد كده نحط السبورتس بتاعتنا عند اماكن الاعمدة زي ما هو موجود هنا في لوحة الاوتوكاد. نعمل assign joint restrain hinged. اوكي، كده هو حط لي السبورتس بتاعتي. نبدأ بعد كده نعرف حالات للاحمال من define load patterns. في عندي حالة للديد، نعمل كمان حالة لللايف لود والتايب بتاعها لايف، ونعمل اد نيو. اوكي، نخصص الاحمال بتاعتنا على البلاطات الساين اريا لود يونيفورم شيل في حالة الديد لود، وليكن في كفرنج 0.15 زائد كمان الاحمال بتاعت الحوائط هتبقى على الكاميرات، فهو الكفرنج بس هو اللي هيبقى على البلاطة اللي هو 15% في اتجاه جلوبال جرافتي. في برضه البلاطات ديت عليها لايف لود من الساين اريا لود يونيفورم شيل في حاله اللايف، في عندي لايف لود على البلاطه وليكن ده منشا سكني، فاللايف لود 200 كيلو جرام على المتر المربع او 0.2 طن على المتر المربع، نعمل اوكي في حاله اللايف. بعد كده نختار الكاميرات بتاعتنا وليكن هي كلها عليها حوائط، نعمل الساين فريم لود ديستريبيوتد في حاله الديد لود في يونيفورم لود قيمته وليكن 0.6 اللي هو وزن الحوائط. اوكي، كده هو حط لي وزن الحوائط عندي كلها. بعد كده نقسم البلاط لقطع صغيره ما تتعداش نص متر في نص متر، اخترنا البلاطات ونعمل اديت اريا ديفايد اريا
ونقسم بالاوبشن التاني ده نص متر في نص متر. اوكي كده هتلاقيه قسمها لي قطع صغيرة ما تتعداش نص متر في نص متر. هنحرر بعد كده التورشن بتاع الكاميرات او نقلل التورشن ريزيستنس بتاع الكاميرات قوي علشان ما الاقيش في اخر كل كاميرا عزم سالب. نحرر الكاميرات كلها، نختارها كلها ونعمل اساين فريم بروبرتي موديفاير ونخلي التورشن الكونستانت فاكتور وليكن بوينت زيرو واحد، قيمة صغيرة قوي. اوكي كاتب لي عليها ان هو الدي بروبرتي موديفايد، يعني حصل تغيير للخواص بتاعتها. بعد كده هنبدأ نحفظ الملف بتاعنا وليكن هنسميه سلاب 1 مثلا، ونحل ونلغي حالة المودل ديت دونت ران ونعمل ران ناو. كده حل وطلع لي شكل الديفورمد شيب بتاع كيسة الديد لود. ممكن نعمل كومباينيشن عشان نطلع نتائج التيميت من ديفاين لود كومباينيشن، نعمل كومبو جديدة اسمها التيميت. نضيف فيها الديد لود بسكيل 1.5 اد، واللايف لود برضو بسكيل 1.5 اد، لان هنا اللايف لود على الديد لود اقل من 75%، فهناخد حسب الكود المصري 1.5 الديد زائد 1.5 اللايف. اوكي ونظهر بقى بالنسبه لنا الرياكشنز جوينت رياكشنز التيميت. كده مطلع لي الرياكشنز. لو عايز اكبر الفونت بتاعها من قائمه اوبشنز دايمنشن توليرانس، نخلي هنا المينيمم جرافيك فونت سايز بدل ما هي 3 نخليها 6، وبدل ما هي 8 الماكسيمم نخليها مثلا 12. اوكي كده الارقام ظهرت شويه، هي دي الرياكشنز الالتيميت بتاعتي عند السبورتس. لو عايز اطلع العزوم اللي على الكاميرات اهي من هنا فريمز، نطلع الام 3 3، دي قيم العزوم، ونخفي البلاطه لو انا عايز اشوفها. شوف الكاميرات دي قيم العزوم اللي عندي اهي، لو مشيت عليها هيطلع لي القيم عزم موجب او عزم سالب. طبعا تحرير التورشن بتاعي فادني في الحته دي، العزم هنا تقريبا يقول للصفر. لو انا كنت سبت التورشن زي ما هو العزم ده كان هيطلع كبير وعزم سالب. يعني لو جينا فكينا الحل كده واخترنا الكاميرات كلها، كده احنا فكينا الحل وهنعدل في المساله، واخترنا الكاميرات كلها وعملنا اساين فريم بروبرتي موديفاير وخلينا ديت واحد تاني كان احنا ما غيرناش فيها حاجه، وحلينا تاني ونشوف الفرق كده في النتائج. شوف المنطقه ديت طلع فيها عزم سالب قيمته 2.9 طن متر، مع ان الكاميرا ديت انا بالنسبه لي انها كاميرا سيمبل بيم مرتكزه على الكانتريفر ده، يبقى بالنسبه لي في البلان كده الكاميرا دي كاميرا مين بيم بكانتريفر طالع بره، هيشيل الكاميرا الصغيره الثانويه ديت اللي هي بالنسبه لي سيمبل بيم. طب ازاي يطلع عليها عزم سالب هنا نتيجه ان في تورشن على الكاميرا ديت عمل عزم سالب على دي؟ فدايما الافضل طالما ان انا مش هعمل تشيك على التورشن، لو سبته يبقى حلي هيبقى بالنسبه لي غلط وهيبقى بالنسبه لي في الديزاين ان سيف. لازم تحرر التورشن بتاع الكاميرات زي ما عملنا. يبقى نفك الحل تاني كده ونرجع نعملها صح تاني، نختار الكاميرات كلها ونعمل اساين فريم بروبرتي موديفاير والتورشن الكونستانت نخليه 0.01. اوكي ونحل ونطلع نتائجنا مظبوط تاني. كده هو حل وطلع النتائج مظبوطه اهو، العزم هنا صفر والكانتليفر اللي شايل الكاميرا ديت عليه عزم سالب اهوت في الاتجاه التاني لو بصينا عليه. دي الكاميرا الرئيسيه اهي، الكاميرا ديت عليها عزم موجب هنا 15 طن متر وعزم سالب هنا قيمته 3.9 طن متر. بالنسبه للشير برضو نفس الموضوع، الفريمز شير 2.2 نعمل اوكي. شير كده مقلوب لو انا عايز اشوفه معدول نضرب في السكيل بالسالب، وممكن كمان نشوف القيم بتاعه الشير او المومنت. بدل ما نشتغل بالفيل دايجرام نخليها شو فاليوز اون دايجرام، ونخلي بالنسبه لنا في الشير السكيل فاكتور بناقص القيمه الموجوده هنا. ده بالنسبه لقيمه الشير عندي. نجيب الاكس واي بلان تاني ونظهر البلاطات بقى علشان
نشوف المومنت عليها الشيلز بتاعتي ام واحد واحد دي العزوم في اتجاه اكس، الموجب هنا في نص البحر والسالب عند السبورتس او عند الكاميرات برضو في اتجاه ام اتنين اتنين دي العزوم بتاعتي في نص البحر موجب خلاص وعند السبورت او عند الكاميرا العزم سالب. بكده نكون خلصنا البلاطة، هي مرسومة على الاوتوكاد، رسمنا عليها خطوط تمثل الكاميرات ومساحات تمثل البلاطات، وصدرناها على برنامج الساب وحليناها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.